السلام عليكم متابعي قناة مروان بشار، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي يكون فيه ان شاء الله شرح على جميع القطاعات الخاصة بالبنك الشعبي. كما سبق شفنا فيديوهات اخرين، يعني شفنا كيفاش نفتحوا الحساب، شفنا المزايا والعيوب ديال الحساب. هذا الفيديو غادي يكون ان شاء الله مخصص على جميع قطاعات البنك الشعبي باش كلشي يعرف. قبل ما نبدا الفيديو، لو كنت اول مرة غادي تدخل القناة ديالي، ما تنساش دير لايك للفيديو وسبسكرايب القناة ونبداو الشرح. فوالا جايز، هذا هو البي دي اف اللي نخلي لكم في الديسكريبسيون. ادخلوا ليه تلقاو فيه جميع القطاعات، ما تحتاجش تسول لا شي موظف لا شي واحد، غتلقى كلشي هنايا. كل ما عليك هو تدخل لهاد اللين وغادي تشوف كلشي. هنا غادي تلقاو كاع لي طاريف ديال الكونط، هاد الاولى والثانيه ما نحتاجوهاش. فوالا، من هنايا كما كتشوفوا هنايا، يعني الابورمون سيرفيس ديال البنك، يعني فابور. هنايا مصاريف الحساب الشهريه 10 دراهم، هنايا لا تيريتي من اوتر بانك، يعني من بنك اخرى 6 دراهم كيقطع. هنا كما كتشوفوا اوفرشير دو كونط، يعني فابور، يعني اغلاق الحساب فابور. هنا يبداو القطاعات كما كتشوفوا هنايا، قطاعات خاصه يعني بسيرفيس اون اجونس. هنا بزاف ديال القطاعات لي فابور، حنا غندوزو غير اللي بالفلوس. فوالا، هنا البطاقات، البطاقات كلهم بالفلوس، يعني ما كاين حتى بطاقه فابور، وهذا اللي خايب في البنك الشعبي. هنا ريشارج كارت بلادي، يعني 5 درهم ديال كارت بخيباي. هنايا كما ذكرنا قبل، يعني لا تيليتي من بنك اخرى 6 دراهم. هنايا شيك نورمال 5 دراهم، هنايا يعني سيرتيفيكاسيون دو شيك يعني 20 درهم، باك بلادي يعني 19 درهم للشهر. بزاف ديال القطاعات كاينين، وبلا ما نطول عليكم نخليكم نتوما تكتشفوا داكشي راسكم. يعني المزايا ديال هاد البطاقات راه كما ذكرت قبل هما مزيانين، ما كتلقاش فيهم مشكل. كاين بطاقه واحده لو بغيتي تشري باغ انترنيت اللي هي اي كارد، غادي ندير عليها فيديو وحديت ان شاء الله. هنايا كما كتشوفوا القطاعات اللي كيبداو يعني يطلعوا على حسب يعني استخدام الزبون الكونت ديالو، يعني على حسب اذا كان بروفيسيونيل غادي يكونوا قطاعات طالعين، كان بيرسونيل غادي يكونوا قطاعات نازلين. لحقاش انك كتحط هي الفلوس ديالك، يعني ما كدير بهم حتى شي حاجه، ما تسجل لا كونت يعني كونت مهني لا يعني شيك لا والو. هنا غادي تلقاو جميع القطاعات، غادي نخلي لكم ليها في الديسكريبسيون. كل ما عليكم هو تدخلوا للديسكريبسيون وتيليشارجيو البي دي اف، ولا تدخلوا ليه من داك اللين وشوفوا القطاعات اللي بغيتوا. يعني هادو هما لا ليست ديال القطاعات كاملين، اولا لي طاريف اللي غراتويت، هما هادو كلهم دابا غراتويت اللي طالعين في هاد لا ليست هادي. حتى لهنا متابعينا الكرام، كنكونوا سالين هاد الفيديو، عطينا يعني كاع القطاعات الخاصين بالبنك الشعبي. عجبك الفيديو صافتي، ما تنساش دير لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ونتلاقاو في شرح اخر ان شاء الله.